Good morning. Today we'll talk about nematodes affecting the large intestine. احنا كنا قلنا ان nematodes معناها round worm وكنا اخدنا النيماتودز بتاعت ال small intestine. النهارده ان شاء الله هناخد النيماتودز بتاعت ال large intestine وهم اتنين، واحده اسمها trichuris trichuria او trichocephalus trichuris او الاسم التاني الويب وورم. ليه؟ علشان هي شبه الكرباج، يعني هي اسمها ويب وورم علشان هي شبه الكرباج. تلاقوا الانتيرور اند بتاعها بتبقى رفيع جدا والبوستيرور اند وايد شويه كانه الهاندل بتاعه الويب. اوكي، دي اول وورم عندنا. تاني وورم عندنا اسمها انتروبيس فيرموكولاريس، او بنقول عليها ثريد وورم او بين وورم، اللي هي الدوده الدبوسيه، علشان فعلا هي بتبقى شكلها بالمنظر ده. اوكي، يبقى هم دولت الاثنين وورمز اللي هيبقوا عندنا. اول حاجه تعالوا نتكلم عن الترايكيوريس تراكيوريا او الترايكوكيفاليس تراكيوريس. ده بيبقى وورد وايد ان ديستريبيوشن، والشيلدرن بيبقى هم الكومنلي افكتد. طب بالنسبه للمورفولوجي، انا بيبقى عندي الادلت وورم، وبيبقى عندي الادلت وورم ده هيديني اك، فبالتالي انا هاخد المورفولوجي بتاعه الاثنين دولت، الادلت وورم والاك. طب بالنسبه للادلت وورم هو ايه؟ زي ما احنا قلنا هو ويب شيب، يعني هو عامل زي الكرباج. ليه؟ لان الانتيريور ثلاث اخماس اوكي بيبقى فيري ثين، والبوستيريور خمسين هو ده اللي بيبقى ثيك. طب ايه الفرق ما بين الميل والفيميل؟ برضو دايما الفيميل بتبقى لونجر عن الميل، والفيميل بيبقى ليها اللي هي ستريت بوستيريور اند، لكن الميل بيبقى ليها كويلد بوستيريور اند. ده بالنسبه للادلت وورم. طيب بالنسبه للاك شكلها ازاي؟ هو شكلها فيري كاركترستيك، لان هي عامله بارل شيب، عامل زي برميل بالمنظر ده، والشال بتاعي بيبقى ثيك شال، بس بيبقى عندي في الناحيتين هنا بيبقى عندي تو بروميننت بولر ميكويد بلاجز، فبيبقى عامل زي الصينيه، زي ما يكون انا عندي ودنين كده للصينيه. اوكي، ده الشكل بتاعه اللي هي الاج بتاعه الترايكوكيفاليس تراكيوريس. لونها بيبقى ايه؟ يلوش براون. طيب اول ما بتنزل في الستول بتاعت البيشنت، الكونتنت بتاعها بيبقى ماتيور ولا بيبقى اماتيور؟ لا، بيبقى اماتيور كونتنت. يبقى الاج بتاعت التراكوفيلس تراكيوريس حوالي 50 مايكرون، بارل شيبد، وليها ثيك شيل وذ تو بروميننت بولر ميكويد بلاج، والكونتنت بتاعي بيبقى اماتيور كونتنت. طب تعالوا نبص على اللايف سايكل بتاعتنا. انا عندي الادلت هنا بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود بقى في اللارج انتستان. طب فين بالذات في اللارج انتستان بيحب ان هو يقعد؟ فين؟ في السيكم بالذات. اوكي، سام تايمز ممكن يوصل للابندكس، بس مينلي هو بيبقى قاعد في السيكم. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ الادلت ده هينزل لي اج، وزي ما اتفقنا ده الشكل بتاع الاج بتاعي، وبيبقى ان امبريونيتد، يعني اماتيور كونتنت جوه، وده اللي هيعدي في الاستول، فبالنسبه لي ده هيبقى ايه؟ الدياجنوستيك ستيج. وهو في التربه هيبدا ان هو يحصل له ماتوريشن لحد ما يتحول لي للارفا جواه، وساعتها دي بقت الانفكتيف ستيج بالنسبه لي. الانسان هياكل الاج، تطلع من الاج اللارفا، وبعد كده اللارفا تتحول لادلت. يبقى افهم من كده الانفكتيف ستيج بتاعت الاج هي نفس الشكل بتاعت النون انفكتيف ستيج او بتاعت الدياجنوستيك ستيج. الفرق الوحيد هو الكونتنت. التاني كان ان امبريونيتد اج، بمعنى ان كان عندي اماتيور كونتنت، لكن اللي هينقل لي العدوى هو الاج اللي هي كونتيننج اللارف. طب بالنسبه للباثوجينيسيس، لازم نعرف ان الورم ديت الكلينيكال بريزنتيشن بتاعتي بتعتمد على الورم بيردر، فلو عدد الباراسايت قليل بيبقى غالبا ما عنديش مانيفستيشن، لكن لو العدد الباراسايت كبير هتعمل لي مشكله. فممكن موست كيسز يبقوا اسيمتوماتيك، معاها شويه ايزينوفيليا او معهاش، لكن في حاله الهيفي انفكشن وهيفي وورم بيردن اللي يحصل هيبدا يحصل لي باثوجينيسيس معين او باثولوجي معين. اللي يحصل الباراسايت ده عنده مشكله ان الانتيرور ثلاث اخماس بيبقى فيري ثين، وبيقدر ان هو يبري اتسلف، يعني بيدفن نفسه. اوكي، بيدفن الانتيريور بارت ديت جوه الميكوزا بتاعه اللارج انتستين، فيخلي الميكوزا بتاعه اللارج انتستين يحصل لها انفلاميشن، وتبقى ايديمتس، وتبقى فرايبل، يعني هشه خالص، يعني بتبقى عامله زي الانواش اللي هو متقطع او مستهلك. اوكي،
وفي نفس الوقت هو بيسكريت سبستنس بتتسبب في irritation للانترنسك نيرف بلكسس. الانترنسك نيرف بلكسس دي مسؤولة عن الموتيليتي بتاعت الجي اي تي، فاللي هيحصل الانتستينال موتيليتي بتزيد. فتخيلوا احنا عندنا الانتستينال موتيليتي بتزيد وفي نفس الوقت الميكوزة بتاعتي فرايبل ميكوزة، فايه اللي يبدأ يحصل؟ يبدأ يحصل ينزل لي بلد، يبدأ يطلع بلد من الفرايبل ميكوزا وينتج عنه بلادي داري. والحكاية دي بتزداد سوءا بسبب الالرجيك رياكشن اللي بيعمله الهوست ذات نفسه، يعني الإنسان ذات نفسه يبدأ إن هو الإميون سيستم بتاعه يحاول يحارب هذا الباراسايت فينتج عنه مور انفلاميشن. طب ايه الكلينيكال بيكتشر او الكلينيكال بريزنتيشن اللي انا متوقع ان الاقيها، بالذات لو انا عندي هيفي ورم بيردن يعني عدد الباراسايت كتير؟ ممكن يجيلي في صوره ابدومينال بين او انوركسيا يعني مش عارف ياكل كويس، او ممكن يجيلي في صوره حاجه اسمها تريكيوريس ديزنتري سيندروم. يعني ايه كلمه ديزنتري ككل؟ ديزنتري دي ككل ده مصطلح بيتقال لما يكون عندي سيفير انفلاميشن موجود في اللارج انتستين بينتج عنه diarrhea with mucus and blood and tenesmus. Tenesmus يعني إيه؟ يعني sense of incomplete evacuation للستول بتاعي، يعني مهما يدخل التويلت يحس إن هو لسه عايز يدخل التويلت مرة تانية. تمام؟ ده generally الديفينيشن بتاع dysentery. هنا في حالة الكريتيوريس بما إن في severe inflammation وsevere infection موجود، هيبقى موجود فين؟ في large intestine، فبرضه بيعمل لي dysentery. فبيعمل لي حاجة اسمها تريكيوريس ديزنتري سيندروم، بيبقى في صورة بلادي اور ميكويد داري. طيب انا بيبقى عندي بلاد لوس نتيجة الفرايبل ميكوزا، احنا اتفقنا ان الميكوزا بتاعتي خلاص بقت فرايبل، فعلشان كده الكرونيك بلاد لوس ده ممكن يتسبب في الايرن ديفيشنسي انيميا. بس خد بالك هنا الايرن ديفيشنسي انيميا نتيجة ان انا عندي بلاد لوس من الفرايبول ميكوزا، ده غير الانيميا اللي كانت في حالة الهوك وورم كان مينلي نتيجة ان الباراسايت ذات نفسه بيشفط من دم العيان. وخد بالك ان في حالة الهوك وورم كان عندي الستول نورمال، ما كانش في الستول في بلاد فيزيبل، ما كانش في بلاد باين عندي، لكن هنا انا بنزل بلاد لوس من الفرايبول ميكوزا وممكن ينتج عني ديزنتري اللي هو presence of blood وميوكس في الستول بتاعي. طيب ممكن ينتج عنه حاجة تانية اسمها ريكتال برولابس، ودي حاجة لو لقيناها في أي كيز يبقى خلاص اللي عملها هو الدودة ديت اللي هي ترايكوكيفلت سايدوس. ايه بقى؟ ان في حالة الهيفي وورم بيرنن الباراسايت عدده بيبقى كبير جدا وبيوصل للريكتم، فبيتقل الريكتم. ده غير كمان ان انا بيبقى عندي سيفير ديزنتري، يعني البيشن ده داخل خارج للتويلت. تمام؟ وفي نفس الوقت البيشن ده عنده مال نيوتريشن في عضلاته ككل ضعيفة. كل ده ينتج عنه ان الانال سفنكتر اللي بيبقى عند الانس التون بتاعه بيبقى ضعيف، هيبقى عندي ويك انال سفنكتر، ويبدأ الريكتم ده يقع او يظهر بره الانس وبيبقى بالشكل ده. ادي الريكتم اهو، وادي يبان فيها الويب لايك ورم اللي بيبقى موجود اللي هي ترايكوكيفلس تراكيوريس، وده شكل تاني للريكتال برولابس. طبعا ممكن كمان يحصل لي شوية جروس ريترديشن نتيجة ان الجسم بتاعي بيبدأ يطلع لي سايتوكاين ان ريسبونس للورم دي، ينتج عنها جروس ريترديشن. طيب لو جينا نبسطها في الشكل الهرمي اللي احنا متعودين عليه، يبقى احنا عندنا مجموعة من البيشن بيبقوا اسمبتوماتيك، عندنا مجموعة لو هيفي ورم بيردن هيدخل في تريكيوريس ديزنتري سيندروم، واللي ممكن يتسبب في كومبليكيشن منها جروس ريترديشن، iron deficiency anemia and rectal prolapse. طب بالنسبة للدياجنوزيس يعني هنشخصه ازاي؟ مش ده باراسايت موجود في الستول؟ طب خلاص ما نعمل له ستول اكزامينيشن ونلاقي الشكل الكاركترستيك بتاعة الترايكوكيفلس تراكيوريس باتنين prominent mucoid plugs. تمام؟ طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل حاجة اسمها بروكتوسكوبي او منظار شرجي. المنظار الشرجي ده عبارة عن منظار بس بيدخل من ناحية الانس، اوكي؟ وده هنشوف فيها الورم اللي هي attached للفرايبول ميكوزا، وده بيحصل في حالات الهيفي انفكشن.
وممكن نلاقي فيه شوية بلاد إزينوفيليا. طب بيتعالج إزاي؟ مندي ميبنتازول أو مندي البنتازول تريتمنت. طيب إحنا كده قلنا إن نيماتود في لارج انتستين كانوا 2 وخلصنا أول ويب وورم. دلوقتي تعالوا ناخد الانتروبيوس فيرموكولاريس اللي هو ثريد وورم أو فين وورم، وده فيري كومن وبيحصل كتير جدا. الانتروبيوس فيرموكولاريس ده وورد وايد ديستريبيوشن، وهنبص نلاقيه ان البريفلنس بتاعه موجود بكثره في السكول شيلدرن. والكلام ده ليه؟ لان هو يعتبر من الكونتيجيوس ديزيز، يعني هو مرض معدي ومعدي قوي، فبالتالي ممكن ينتشر بسهوله في وسط الاطفال اللي موجودين في المدرسه. وهنعرف السبب في ده ان الاج اللي هي بتنزل من الاستول بتبقى معديه على طول. البيبر ممكن الناس تكاري الانفكشن لمدة سنين علشان هنا في جزء منه بيحصل له اوتو انفكشن. طب مين اكتر ناس او امتى السبريد اوف انفكشن ده ممكن يحصل؟ في حالات الاوفر كراودنج، في حالات لو هم عندهم امبيرد هايجين، او اللي هو بور بيرسونال كير، زي بالظبط واحد عمال يقرقص في ضوافره او ما بيغسلش ايده كويس. يعني باختصار هي برضو الامبيرد هايجين. اوكي، لو انا انتشر في مكان اوفر كراودنج وفي نفس الوقت في بور هايجين، الانفكشن ده هيبقى فيري كومن وهينتشر جدا. طب ايه المورفولوجي اللي عندنا؟ نفس الحاجه، انا عندي ادلت ورم وعندي الادلت ورم هتديني اج. هنا الادلت ورم بقى شكله عامل ازاي؟ ده ثريد لايك. اوكي، وبرده نفس الكلام، الفيميل بتبقى دايما اكبر من الميل، والفيميل بتبقى البوستيرور اند بتاعي ستريت، لكن الميل بيبقى البوستيرور اند كيرفد. الباراسايت ده بيبقى ليه نوع معين من الاسوفجس اسمه دبل بالب اسوفجس، ونقول عليه بالب اسوفجس ان هو فعلا عامل زي الكوره هنا، وهنا بقيه الاسوفجس هنا بتبقى فيها اكسبانشن حاجه بسيطه، وهنا بيبقى فيه كوره، فبنقول عليها دبل بالب اسوفجس. وفي نفس الوقت الانتيرور اند بتاعه بيبقى فيه حاجه اسمها سيرفايكال ايلا، عباره عن اكسبانشن حصل من الكيوتيكل اللي هو الكفر بتاع الدوده بره. يبقى ده الشكل بتاع الباراسايت. طيب الاكتور دي هيديني اج. الاج هنا برضو كاركترستيك، هي 50 مايكرون، بس الاج بتاعتنا شكلها دي شيبت، يعني في ناحيه بلين اللي هو ناحيه نازله كده بلين، وناحيه تانيه عامله كونفكس شيب، فبنقول عليها بلين وكونفكس، يعني وان سايد كونفكس والتاني بيبقى فلات بالشكل ده، وبيبقى شفاف، بيبقى كالرلس يعني، وبيبقى ليه الشال بتاعي بيبقى ليه دبل لاير بالمنظر ده. والكونتنت اللي بينزل في الاستول، او يعني الاج اللي بتنزل في الاستول، بتبقى ماتيور على طول، يعني بيبقى كونتيننج لارفا، ودي بتعمل لي انفكشن على طول، وعلشان كده هو بيبقى السبريد بتاعه سريع جدا. يبقى هو دي شيبت الدي شيبت اج دي بتاعت الانتروبيوس فيرموكولاريس. طيب بالنسبه لللايف سايكل احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا الباراسايت بيبقى موجود في اللارج انتستين، وبعدين الفيميل بقى مش هتحط الاج كده وخلاص، لا، الفيميل ذات نفسها بترافل لحد ما توصل للبيري اينال اريا اللي هي المنطقه اللي حوالين فتحه الشوك. ولما توصل هناك للبيري اينال اريا هتعمل ديبوزيشن للاج بتاعتها. الموضوع ده والمايجريشن بتاع الورم ده اللي بيحصل مينلي ات نايت، ده بيتسبب للولد ده خرش فظيع جدا بالليل. هتبدا هي تحط الاج، والاج دي اللي احنا قلنا ان هي دي شيبد وكونتيننج لارفا على طول، فالاج دي هتبقى بالنسبه لي انفكشن على طول. لما الانسان ياكل الاج هيتنقل له الانفكشن، واللارفا هتطلع من الاج وتكمل اللايف سايكل. هنا في عندنا في الباراسايت ده حاجه اسمها اوتو انفكشن. يعني ايه اوتو انفكشن؟ يعني قابليه ان هو يعدي نفسه. الاوتو انفكشن دي بتحصل علشان انا عندي الاج اول ما بتنزل بتبقى على طول انفكشوس، يعني على طول ماتيور، وفيها الكونتنت اللي هتعمل لي الانفكشن. فقدامي حاجه من اتنين، يا اما يحصل لي اكسترنال اوتو انفكشن من ناحيه ان الولد ده عمل كونتامينيشن للهاند بتاعته، اوكي، نتيجه ان هو عنده ايتشنج وبعد كده ما غسلش ايده كويس وجه ياكل فنقل لنفسه الاج،
يا اما بيعمل لي حاجه اسمها ريترو انفكشن او انترنال اوتو انفكشن، اللي هي ايه؟ ان اللارفا دي هتبقى موجوده في البرينيال اريا، في الحته اللي هي اللي بره الانس، وترجع تاني باك للارج انتستين، وهناك هتتحول تاني لادلت، ومن هنا هيبقى عندي ريبيتيشن للسايكل بتاعتي او الادلت ورم. هيفضل البيشنت ده عنده الانفكشن لوقت طويل جدا جدا بسبب موضوع الاوتو انفكشن. طيب بالنسبة للباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر، فهمنا من كده ايه بقى؟ طبعا كالعادة انا عندي جزء من الناس ممكن يبقى اسيمتوماتيك. طب لو هو سيمتوماتيك هيبقى السيمتومز في صورة ايه؟ في صورة اهم حاجة بيري انال بروريتس. يعني ايه؟ يعني itching around the anus، يعني في هرش فظيع جدا حوالين فتحة الشرج. الكلام ده بيحصل اكتر فين؟ بالليل. ليه؟ لان المايجريشن بتاعه الورم بيبقى بالليل، بيبقى نوكتورنال مايجريشن عشان تحط الاج. الكلام ده بيعمل اتش فظيع للولد الصغير ده، لدرجه ان هو مش عارف ينام بالليل من كتر الهرش اللي هو عنده، وده بنقول عليه كاردينال سيمتوم، يعني سيمتوم اساسي في المرض. ممكن الدكتور يشخصه كده حتى كلينيكالي بس بالهيستوري، من غير حتى ما يطلب منه فيرجن كونفرسيشن. طب تخيلوا معايا ده الطفل صغير عمال يهرش حوالين البيري انال اريا، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان المنطقه ديت هيبدا يحصل لها انفلاميشن، ويبدا يحصل لها ممكن سكندري بكتيريال انفكشن بسبب الهرش الفظيع اللي عنده. طيب لو ده البيشنت ده بالنسبه لي في ميل، انا عندي البيشنت لو هو في ميل انا عندي الانس بيبقى نوعا ما قريب من مين؟ من البلبا والفاجينا بالنسبه للايه؟ للفيميل. فممكن الفيميل ورم بقى اللي عملت مايجريشن ووصلت لحد الحته بتاعت البيري انال اريا تقوم تروح للفالفا والفاجينا بتاعت الهيومن، اوكي، وتتسبب له في فيميل جينيتال تراكت انفكشن في صوره فالفو فاجينيتس او يورينري تراكت انفكشن. طبعا وجود الورم في الابدومن ولفتره طويله او في حاله الهيفي انفكشن ممكن ان هو يتسبب في ابدومينال بين او ويت لوس. يبقى لو شفنا الهرم اللي احنا متعودين عليه، عندنا مجموعه عندهم اسيمتوماتيك، واهم سيمتوم عندي هو البيري انال اتشنج، وممكن يحصل لي شويه كومبليكيشن زي كومبليكيشن الكوزد باي مايجريشن اوف ذا ورم في حاله الفيميل بيشنت اللي هيبقى فيه عندي افكشن اوف ذا فيميل جينيتال سيستم بتاعت الهيومن، يا اما ان السكن ذات نفسه هيتاثر اللي هو بتاع البيري انال اريا ويحصل له بكتيريال سوبر امبوزد انفكشن. طيب هشخصه ازاي؟ احنا قلنا ان هنا بصراحه التشخيص مينلي كلينيكال، يعني كلينيكال دايجنوزس از فيري امبورتنت. لما يدخل طفل في العياده عندك ويجي يقول لك ان الام تيجي تقول لك ان هو ما بيعرفش ينام بالليل بسبب السيفير اتشنج اللي هو عنده حوالين الفتحه بتاعت الانس بتاعته، دي حاجه فيري سجستيف ان انا عندي انتروبيس فيرمكولاريس انفكشن. طب لو حبيت اعمل حاجه لابوراتوري هعمل ايه؟ الصراحة الانتروبيس دي ما دمت أنا شكيت فيها يبقى أنا لازم أعرف حاجة مهمة جدا، إن أنا عندي الفيميل بتروح بنفسها بتروح تحط الأج فين؟ تروح تحطها الأج حوالين البيري انال اريا، والأج دي بتلزق عندها أدهيزف باور فبتبقى لازقة في الحتة بتاعت البيري انال اريا. فلو أنا طلبت نورمال ستول اكزامينيشن ممكن ملاقيش الأج أصلا في الستول اكزامينيشن. فلو انا شكيت من الهيستوري ان انا عندي انتروبيس لازم اطلب له سبيشال تيست. هطلب ايه؟ هطلب سيلوفان تيب ميثود، او لو انا عندي فاسيليتي ممكن اديله ال NIH سواب ميثود. طيب هعمل ايه؟ ايه موضوع السيلوفان تيب ميثود ده؟ ده عباره ان انا بجيب زي بلاستر، زي حاجه كده زي بلاستر بحيث ان هي يبقى ليها اديزيف باور، والصبح اول ما البيبي ده يصحى وقبل ما يتشطف او يستحمى او اي حاجه، بحيث ان انا اضمن ان اخر حاجه حصلت له ان الفيميل ورم ديت عدت وراحت ناحيه الانس، تمام؟ اقوم حاطه الادهيزف تيب ده حوالين الانس واخده واقوم فرداه على سلايد وابص على السلايد، هتكون الادهيزف تيب ده او التيب ده لزق فيه ايه؟ الاج، واقوم اشوف الاج اندر مايكروسكوب ويبان لي بالشكل ده اللي هو دي شيب اج.
عملوا واحد تاني اللي هو حاجة تانية بقى، يعني أرقى شوية، حاجة اسمها NIH method، اللي هي اختصار National Institute of Health SWAB. أوكي، ودي عبارة عن إيه؟ إن هما أوريدي بيبقوا حاطين السلوفان سواب اللي أنت هتفرده ده على الأنس، والحتة ديت اللي هي بتبقى بتلزق وبتبقى لازق في اللي هو جلاس رود، بحيث ان انت تطلعه من التيوب ده وتقوم تعدي بيه على الانس. اوكي، وتاخده برضو وهتفرده برضو على سلايد وتعمل له اكزامينيشن اندر مايكروسكوب، وبرضو هيبان لك الشكل بتاعه الاج بتاعه الانتروبس. انا ممكن الاقي ايه كمان؟ انا ممكن الاقي الادلت فيميل. الادلت فيميل ده يا اما الام ممكن هي اللي هي تيجي تشوف، تكون بتفحص ابنها، او انا بفحص الولد في المنطقه بتاعت الانس بلاقي فيها اللي هي شرط شرط، او يعني ثريد كده لونه ابيض، دي بتبقى الادلت فيميل ورم. يا اما ساعات ممكن ان هي تنزل كمان في الاستول. خد بالك ان انا لو عملت ستول اكزاميشن بدور فيه على الاج، 5% بس من الكيسز هي اللي انا هقدر الاقي فيها الاج. يبقى انا كده بالنسبه لي الدايجنوستيك ستيج هتبقى ايه؟ هتبقى مينلي الاج، بس الريكفري بتاعها ما بيبقاش عن طريق الستول اكزاميشن، بيبقى عن طريق التكنيكس التانية اللي قلت لكم عليها، والادلت فيميل برضو ممكن ان هي تنزل في الستول. طب هعالج ازاي؟ هعالج بان انا هدي شويه ادويه ونصايح. اوكي، هدي ميبندازول، هدي البندازول، هدي اوينتمنت يتحط حوالين الانس بالليل اللي هو وايت ميركري اوينتمنت، هيساعدني جدا في موضوع الايتشنج. وفي نفس الوقت النصايح اللي انا هديها للبيشنتس ديت، ان انا هقول لهم ان نفس العلاج ده لازم تكرره تاني بعد اسبوعين، ولازم كل الفاميلي ممبر تتعالج في نفس الوقت. طب الكلام ده ليه؟ لان انا عندي مقدرة الباراسايت ده ان هو بيترانزميت الانفكشن او ان هو يسبريد الانفكشن في البيت عالية جدا، فانا متوقعة ان انا لو عندي اخ بيشتكي غالبا اخوه التاني عنده العدوى. اوكي، حتى لو هو ممكن يكون لسه البرزنتيشن بتاعي اسيمتوماتيك، فعلشان نعمل يعني نخلص تماما ونعمل ايراديكيشن للانفكشن ده، نقوم نعالج كل الفاميلي ممبر بتاعتي. طب انا ليه لازم اعيد التريتمنت تاني بعد اسبوعين؟ لان نفترض ان لو النهارده انا قررت ان انا ابدا التريتمنت، بس يكون انا النهارده حصل لي اوتو انفكشن، ففي خلال اسبوعين هيتكون في بطني الادلت، يبقى انا كده عمري ما هخف. يبقى انا هاخد العلاج وبعد اسبوعين هاخد العلاج تاني عشان اتاكد ان لو كان حصل لي في اي فتره اوتو انفكشن، ان انا خلاص ما عنديش باراسايت تاني جوه بطني. اوكي، ده بالنسبه لي. بالنسبة للبريفنشن والكنترول، أنا بشوف اللايف سايكل وبوقفها. فأنا عندي هو بيجي عن طريق إيه؟ هو بيجي عن طريق اللي هي الإيدين. طب ما إحنا نغسل إيدينا هيبقى كويس جدا. طب هو بيجي عن طريق إيه تاني؟ مش هو الأج دي ممكن إن أنا نتيجة السكراتشنج دي تبقى موجودة في النيل؟ طيب ما يستحسن إن إحنا نكيب النيل شورت. طب هو مش ممكن ان هو يلزق في الملايات بتاعتنا او ينزل في الملايات بتاعتنا، فلازم نعمل بروبر ووشنج للبيد كلوزز بتاعتي. وطبعا لو عندي انفكتد فاميلي لازم اعمل ماس تريتمنت فور اول انفكتد ممبر. ايه، شكرا يا دكاتره.